حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. تدوير أكثر من ملياري دولار في سوق العقار باليمن. دونالد ترامب يقول سنعلن السيطرة الكاملة على أرض خلافة تنظيم الدولة الإسلامية. ومن أخبارنا المنوعة، شاب هندي يقاضي والديه لسبب غريب. أهلا بكم. تحرض ميليشيا الحوثي الطلاب على أبائهم، وعندما يعودون من المدرسة إلى البيت فإن نظرتهم لأقاربهم تتغير وفقا لرغبة الميليشيا. وعنون موقع يمن مونيتور في تحقيق خاص: والدي أنت مرجف، كيف أصبح تلاميذ المدارس وقودا لحرب الحوثيين؟ ويورد الموقع قصة أحد الطلاب وكيف أثرت الميليشيا على طريقة تفكيره وتعامله مع أسرته، حيث خرج أمجد ذو 14 عاما بجسمه النحيل من مدرسته في صنعاء معلنا الجهاد ضد الدواعش لتبدأ مرحلة جديدة في حياته. فلم يذهب إلى المنزل كالعادة بل إلى جبهة القتال التابعة للحوثيين، ومنذ أشهر لم تعرف العائلة بمصيره. كان أمجد هادئا يعيش مع عائلته في منطقة وادي أحمد، وهي منطقة فقيرة في صنعاء، ويقوم الحوثيون بحملات إلى المدارس والمساجد والأحياء، وكان بين من تم تحشيدهم. علي والد أمجد رفض المشاركة في الحرب الدائرة، لكنه فشل في مهمة إبعاد ابنه عن الحوثيين، حيث لم يكن يعتقد أن الخلل سيأتي من المدرسة التي استخدمها الحوثيون للسيطرة على ابنه. قال الأب إن الصدمة الحقيقية عندما وصفه ولده بأحد المرجفين، وعند سؤاله من هم المرجفون قال: أنتم مرجفون لا تريدون الشهادة، والموت في سبيل الله أعظم مكانة. المرجفون هم من يطالبون بالمعاشات ويرفضون الذهاب للدفاع عن الوطن. قال والد أمجد إن شجار النشب بينه ونجله، ومع الكثير من الحديث أيقن علي أنه فقده إلى النهاية وأصبح يرفض أي حديث مع العائلة. أخطر من الحرب. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: غير الحرب الظاهرة في اليمن ثمة حرب أخرى تخاض بلا مدافع وبلا دماء، حرب لا تقل شراسة وقسوة تجري ضد العقل وضد الهوية اليمنية لطمسها. وميدان هذه الحرب جبهات عدة، أشدها ضروة جبهتا التعليم والتراث، هنا لتدمير الذاكرة وهناك لتشكيل وعي زائف. لقد دخل الحوثي إلى المنهج الدراسي عنوة وليس تسللاً، وعوضاً عن أن يبدأ الطفل بتركيب الكلمة بقراءة مفردات مثل أمي وأبي ووطني، يبدأ بأسماء عبد الملك وحسين ويحيى، ويدرس الطلاب تاريخ بلدهم وتاريخ العالم العربي مشوهاً، حيث يقدم عتاة الطغاة باعتبارهم رموزاً وطنية وقومية، فيما تهمل الأحداث والرموز الحقيقية الوطنية أو يطعن في وطنيتها أو أدوارها. ولم يكتفي الحوثي بتكريس عقيدته السياسية والمذهبية ببثها في المواد الاجتماعية، وإنما أقحمها في مواد التربية واللغة العربية والحساب. وقد تبدو الأمثلة ساذجة وربما تافهة لا تستحق أن تذكر، لكن الموضوع يتصل بتربية جيل. وعلى الجبهة الأخرى يشن الحوثي غارات عنيفة على التاريخ والحضارة اليمنية بتدمير المعالم الأثرية ونهب المخطوطات والوثائق. وفي عصور سابقة عمد الأئمة إلى هدم القلاع والحصون والقصور التي ترمز إلى شموخ قديم وحضارة زاهية، وهكذا امتدت أيديهم إلى التراث الوطني، يسرقون المخطوطات وقد يحرقونها أو يبيعونها أو يحاولون تزويرها، ما جعل المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية تصرخ ضد نهب المخطوطات من مدينة زبيد. تدور في اليمن إذن حرب أخرى بلا مدافع ولا دماء، لكن صوتها مسموع وهدفها معلوم: تدمير العقل والذاكرة والهوية الوطنية. أفادت مصادر خاصة للعاصمة أونلاين بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على استبدال عشرات الموظفين الأساسيين في مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرتها، واستبدلتهم بآخرين من أتباعها. وعنون الموقع:
صنعاء تجريد مصلحة الضرائب من 1500 موظف واستبدالهم بعناصر حوثية. وقالت المصادر إن المدعو هاشم الشامي الذي عينته جماعة الحوثي الانقلابية رئيسا لمصلحة الضرائب طلب 1500 محاسب من أتباع الجماعة للعمل في مصلحة الضرائب بدلا عن الموظفين الأساسيين. وذكرت المصادر أن الميليشيات حاولت إكساب الجريمة صفة رسمية عبر الخدمة المدنية، مؤكدة أن من جرى استبعادهم منهم من أصحاب الخبرات والكفاءات ومن الموظفين في المصلحة لعقود. وأضافت المصادر بأن القيادي الشامي اجتمع بـ50 شخصا من العناصر التي استخدمها للعمل في الضرائب، وألقى لهم كلمة توجيهية توضح لهم طبيعة عملهم والسلوك المطلوب منهم. وبحسب المصادر فإن الشامي حذرهم من ارتكاب أخطاء حتى لا يلفت انتباه من تبقى من الموظفين السابقين، مؤكدا اهتمامه برفع حوافزهم ومستحقاتهم المالية على شكل علاوات وليس زيادة في الراتب الأساسي. وقالت المصادر إن جماعة الحوثي أجرت تغييرات في القانون الخاص بالضرائب حسب ما يتفق مع حاجتها. كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد مجاعة، حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام 2018، وهو سعر الريال اليمني بنسبة تفوق 400% قبل أن يتحسن بصورة نسبية. وفقدت 40% من الأسر اليمنية مصدر رزقها خلال الحرب بحسب تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حديثا. وخلافا لكل ذلك يحمل موقع المشاهد نت عنوانا مبينا: الإعلام الاقتصادي تدوير أكثر من ملياري دولار في سوق العقار باليمن. ويشير التقرير إلى أن إجمالي ما تم تداوله من أموال في سوق العقارات يتجاوز ملياري دولار سنويا، لافتا إلى دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع، بالإضافة إلى عائدات المغتربين ومحاولة إخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة. ويتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري 2019 تداعيات سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزاز الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي، حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسنا خلال النصف العام الثاني من العام الماضي. كما توقع تراجع إجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن. شروط الاستقرار العربي. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم الغبرة مقاله في القدس العربي مضيفا: إن فرضية أن العرب لا يمكن أن يتم التعامل معهم إلا بالقوة تنتشر بين قطاع كبير من القادة في البلدان العربية، وأن قطاعا من العرب يطرح كل يوم بأن الشخصية العربية تتطلب الحاكم الحازم الدكتاتور الذي لا يهتز قيد أنملة عندما يصادر حقوق ويأمر بإعدامات ويقرر فرض قوانين حتى وإن كانت من العصر السابق للتاريخ. لكن في الوقت نفسه ما يجب التنبه إليه أن هذه الدكتاتورية هي المدخل للدولة الفاشلة والفوضى كما حصل مع عدد من القادة العرب المستبدين، كما أن معظم الناس المجتمعات العربية تمقت الظلم بكل أنواعه والتعسف بكل حالاته. لو دققنا في شروط الاستقرار سنكتشف بأنه لا يوجد استقرار بلا شرعية مستمدة من القبول الطوعي للمواطنين بسلطة الدولة والحكومة وقراراتها، لكن الجانب الشائك في الحالة العربية اليوم مرتبط بتآكل هذا القبول، فأعداد المواطنين الذين لا يثقون بالنظام وبالقرارات التي يصدرها في تزايد ملحوظ، وهذا يؤدي مع الوقت لظاهرة التمرد على الأجهزة، وبسبب التمرد والرفض ترتفع حاجة النظام للاعتماد على الأمن والجيش والمخابرات وذلك لضمان الاستقرار. لهذا من الطبيعي في مرحلة تآكل الشرعية الرسمية العربية أن تمتلئ السجون بالمفكرين والشخصيات الدينية والمدنية وبرجال الأعمال والشباب والشابات من كل الأطياف، فكلما ابتعد النظام عن شروط الاستقرار كتلك التي تتعلق بالحالة الاقتصادية والعمل والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحريات والحقوق، كلما ارتفعت حدة التمرد مما يؤدي لمزيد من القمع الرسمي ضد الشعب. هذا المشهد العربي يختلف جذريا عن عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لقد دخل العرب في مرحلة جديدة تتطلب تغييرا حقيقيا في بنى السلطات الرسمية، فشرعية لن تعود بلا صيغة شكل جديد وديمقراطي للعلاقة بين الدولة والمواطن وبين النظام والشعب.
يبدو أن اليمن في طريقها للعزلة، فلم يستطع الكثير مغادرتها ولا مثلهم الدخول إليها. صحيفة لو فيغارو الفرنسية تحدثت عن منع اليابان لأحد صحفييها السفر إلى اليمن، حيث أمرت السلطات اليابانية صحفيا مستقلا بتسليم جواز سفره حينما كان مغادرا إلى اليمن. يأتي هذا القرار بعد أن أدى خطف صحفي ياباني في سوريا إلى إحياء الانتقادات في اليابان ضد الأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق خطيرة. كوسوكي تسونيوكا 49 عاما قال لوكالة فرانس بريس إن مسؤولي الهجرة قبضوا عليه في مطار هانيدا في طوكيو في 2 فبراير، وأخبروا أنه قد أمر بتسليم جواز سفره. عمد كوسوكي إلى تغطية برامج المساعدات الإنسانية والظروف المعيشية في البلد الذي دمرته الحرب، وقال منزعجا لعدم تمكنه من إبلاغ مواطنيه: لقد كنت أخطط لهذه المهمة في اليمن لكنها تعرقلت الآن، وهذا لا يؤذيني فحسب بل أيضا يؤذي الشعب الياباني بأكمله. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء ينتهك حق كوسوكي في التحرك، قال وزير الخارجية تارو كونو إن الصحفي يحق له الذهاب إلى المحكمة، وأريد أن أعبر عن احترامي الكبير للصحفيين الذين يعملون في المناطق الخطرة، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. نطالع في شبكة البي بي سي البريطانية عنوانا لافتا، حيث عنونت الشبكة في صفحتها الرئيسية: دونالد ترامب: سنعلن الأسبوع القادم السيطرة الكاملة على أرض خلافة تنظيم الدولة الإسلامية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يمكن استعادة 100% من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق خلال أسبوع. وأضاف ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي: سيتم الإعلان الأسبوع المقبل بأننا سيطرنا رسميا على 100% من أرض الخلافة. والتزم ترامب الحذر قائلا إنه بانتظار الكلمة الرسمية. وفقا للبي بي سي، يقول مسؤولون عسكريون وآخرون في المخابرات الأمريكية إن تنظيم الدولة قد يعاود نشاطه في حال عدم استمرارية الضغوط ضد الإرهاب. تقرير صادر عن جهاز مراقبة تابع لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه من دون ضغوط متواصلة على التنظيم، فإنه من المحتمل أن يعاود نشاطه في سوريا خلال 6 إلى 13 شهرا. التحدي الآخر يتمثل بما يتوجب فعله مع مئات المقاتلين الأجانب الذين قبض عليهم مع عائلاتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية. شارك الشعب الهندي إلى جوار بريطانيا العظمى في الحرب العالمية الأولى رغم أنهم لم يكونوا طرفا فيها، واعتقد المقاتلون الهنود أن وقوفهم إلى جوار جنود المملكة التي لا تغيب عنها الشمس سيمنحهم الحرية والاستقلال. لكنهم تفاجأوا حين انتهت المعركة أن أمامهم معركة أخرى عليهم خوضها. المزيد من تفاصيل تلك المرحلة في مقال كتبته أستاذة كوليدج للتاريخ في جامعة هارفارد مايا جازانوف، وأعادت الغد نشره نطالع منه. كانت الإمبراطورية البريطانية تدار بطرق أكثر ليبرالية مع نشر الحكم الذاتي إلى ما تدعى المستعمرات البيضاء: كندا، أستراليا، نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإيرلندا. وكان القليلون من البريطانيين عند نهاية الحرب يدعمون استقلال المستعمرات الاستوائية. وإذا كان ثم شيء فإنهم ربما توقعوا قدوم حقبة جديدة من الإدارة المستنيرة على الطريق. مع ذلك كان الصرح الإمبريالي في الممارسة يتصدع تحت ضغط القوميين، وليس في أي مكان أكثر أهمية من الهند، المستعمر الأكبر والأكثر قيمة بين الجميع. وكانت الهند قد ساهمت بكثافة في جهود الحرب. وفي المقابل أمل زعماء الهند السياسيون أن يتخذ البريطانيون خطوات أولى نحو منح بلدهم الحكم الذاتي. وبدلا من ذلك أجرت الإدارات البريطانية المختلفة إصلاحات طفيفة فحسب، والتي قامت بتعويضها من خلال تكثيف الرقابة الشرطية على المعارضة. وفي عام 1919 فتحت القوات البريطانية النار على تجمع قومي سلمي في مدينة إمريستار، وقتلت نحو 400 من المتظاهرين العزل. وحفزت هذه المجزرة أول تظاهرة على مستوى الهند، كلها بقيادة المهاماتا غاندي الذي طبق فلسفة اللاعنفية على القضية القومية. سوف تتميز العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين بلعبة قط وفار من المظاهرات وحملات القمع والتسويات. وقد سجنت السلطات البريطانية قادة الاستقلال ثم أطلقت سراحهم تحت الضغط الجماهيري، ونظم غاندي حملات عصيان مدني تزداد اتساعا وكسب المزيد من الإصلاحات التشريعية. لكن تلك الإصلاحات ظلت قاصرة عن بلوغ الحكم الذاتي، عندما جلبت السلطات البريطانية الهند من جانب واحد إلى الحرب العالمية الثانية من دون الوعد بمنحها الاستقلال في المقابل، انقصف خيط صبر القوميين
وفي عام 1942 دعا غاندي البريطانيين إلى مغادرة الهند ومنحها الحكم الذاتي على الفور. في سابقة فريدة من نوعها، قرر شاب هندي مقاضاة والديه، والسبب بحسب صحيفة البيان ولادته من دون إذنه، ليكون في طليعة حركة اجتماعية جديدة وغريبة من نوعها ظهرت في الهند مؤخرا. رافائيل صامويل الذي يعيش في مومباي يقول: إنني أحب والدي ولكنهما أنجباني دون علمي. ووصف صامويل حياته بالمذهلة، ولكنه لا يعتقد أن هذا الواقع يجب أن يفرض عليه، ولا يرغب في أن يحصل الأمر نفسه مع شخص آخر. وفي حديثه مع برينت قال صامويل: لا أدري لماذا تجب ولادة حياة أخرى تشمل الهروب من المدرسة وإيجاد عمل، خصوصا عند عدم وجود رغبة في ذلك. يبدو أن حركة التحرر من الولادات كما تقول الصحيفة هي خيار واع متأثر أخلاقيا بعدم التكاثر، يعاود الظهور في الهند مع ظهور مجموعات متعددة على موقع فيسبوك واجتماعات في الحياة الواقعية غريبة الأطوار، تفترض بشكل أساسي أن العالم سيكون مكانا أفضل إذا توفي البشر بهدوء. بين الأشجار وعلى مساحة 60 مترا تقريبا انتشرت شواهد من الرخام الأبيض، كتب أحدهم بالإنجليزية ناعيا هرته شاسي كما جاء بموقع عربي بوست: دائما في قلوبنا، فيما حمل شاهد قبر الكلب داني عبارة الوفاء والحب. ففي نادي الجزيرة النخبوي بقلب القاهرة توجد مقبرة الحيوانات الأليفة، وهو الوحيد الذي في مصر الذي يسمح لأعضائه بدخول حيواناتهم الأليفة ويخصص مساحة لدفنها، ويضع أصحاب الحيوانات على قطعة من الرخام الأبيض اسم فقيدهم الحيوان ونوعه وتاريخه ووفاته. ورئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة عمرو جزارين يقول لعربي بوست: إن تاريخ المقبرة يعود إلى نشأة النادي على يد الإنجليز سنة 1882، وتزخر شواهد قبور الحيوانات الأليفة في نادي الجزيرة بعبارات الرثاء والاشتياق للحيوانات الفقيدة. تنشر صحيفة الديلي تيليغراف صورا منوعة في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابعها معا. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.